قام سيادة المطران بطرس موشي مطران الموصل وكركوك وكردستان للسريان الكاثوليك بزيارة رعوية إلى الإخوة العراقيين المهجرين المقيمين في منطقة الأشرفية بعمان. وبعد تفقد أحوال الرعية ترأس سيادته قداساً إلهياً في كنيسة السيدة العذراء للسريان الكاثوليك بمعاونة الأب زهير كيكي راعي الكنيسة وعدد من الشمامسة وبحضور جمع من المؤمنين. شلومو الخلخون إيوانجيليون قد يشد موراني يسوع مشيحو كاروزو تمحيوني تمن ما تشليحو مخرجون ود مخرز حي وفرقون العلم جبنا خيل الدخران شليحة ودموراً ولوهان وفرق وديلاً يشوع مشيحو ملتوت حي الهود الباسر بمثلتو قادشتو مريم هولندين وخانوهوان وجاء في العظة التي ألقاها سيادته إنني لسعيد بأن ألتقي معكم اليوم لنشترك في الذبيحة الإلهية فجسد ودم السيد المسيح الذي نتناوله هو الذي يعزينا ويقوينا ويؤكد لنا بأن الله معنا دائما. الله هو دائما الرازق في كل شيء أكيدا كنعطى القدرة والفهم والذكاء والطاقات للإنسان حتى يعتمد أيضا مع قوة الله يعتمد على طاقاته حتى يحصل معيشته بس تبقى دائما بركة الله هي اللي تزيد هالبركات المادية لكن إضافة على ذلك نعرف بأنه نعمة الله تجي من فوق وهي اللي نحن تقودنا وترشدنا حتى نبقى أمينين بعلاقتنا مع الله ومع بعضنا بعض بمعنى أنه إيماننا يبقى قوي. اليوم شوف أنه الخدمة الأخرى المادية هي الخبز والخمر حتى يسوق سد جوعهم لكن لا ننسى أنه كان أكو شيء قبل وأكو شيء لاحق أنه هذول الناس جوع حتى يسمعون كلمة الله بمعنى أنه الإنسان الحقيقي المؤمن ما يحتاج فقط إلى الخبز والخمر حتى يسند طاقته لكن يحتاج إلى كلمة الله. هالإنجيل أيضا يذكرنا بأنه نحن محتاجين إلى نتغذى من جسد ودم يسوع المسيح هذا الخبز اللي نحن نعطينه الهبات القليلة اللي نحن نقدمها هي يسوع يأخذها ترى البرشانة هي تعب الإنسان الخمر هو تعب الإنسان الشيء قليل هي معاناة الإنسان همم الإنسان يأخذ يسوع حتى يحوله إلى جسده إلى دمه حتى تتحول هي على غذاء نفسي لجميعنا كلتنا وشكل نحن نسند بعضنا بعض ونحافظ على وحدتنا وإيماننا وبركة الله تشملكم جميعا أحبائي باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد آمين. كما ترأس المطران موشي قداسا إلهيا لرعية السريان الكاثوليك في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين في الفحيص بمعاونة الأب زهير كيكي وبمشاركة الأخوة العراقيين المقيمين هناك. رحب الأب كيكي بسيادته شاكراً إياه على هذه الزيارة الكريمة وتفقده للرعية وجولته على عدد من الكنائس في محافظات المملكة.